السلام عليكم. شو بيديزات كالعادة معكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناة شو بيديزات، قناة لكشف حقائق، قناة تكشف أمور اللي بالك تكون شوية بالك غايبة على الجمهور المتابع للأخبار تاع الفريق الوطني، ولا أي تصريح تاع واحد خبيث، ولا نفضحوهم، ولا نتكلموا على الفريق الوطني في النقد البناء. ما نحوسوش نحطموا الفريق الوطني، فريق وطني اللي بناوه ناس بالدماء تاعهم، ماشي بناوه كيما لي زيكيب لي زافريكا، ولا تروح لاي بلدان بناوه بالكوجاك، بناوه ببرود الدم، بدون ما يسيل دم. حنا بناوه رجاله، فريق وطني اللي خطوا له رجاله، وبناوه رجاله ماتوا شهداء، واللي راه حي راه ينذكر، واللي استشهد قبره يبقى ينزار، والخبيث يبقى وجهه مصديك القوطي. هذه هي احنا انا نعرف هذا الصوالح. احنا كي كنا نتكلموا على ما واحد قال لي هاو انتقد الفريق الوطني وانتقد المدرب دروك، ما انتقدش مدرب عنده لي ديبلوم. شنو نهدر فيه بالماضي؟ نقول لهم بالماضي مشي ما كاش اونترينير، علاه بالماضي كان قاعد في البلاطوات؟ شن ننتقد بالماضي؟ قولوا لنا اعطونا حاجه ننتقدوا بها بالماضي. ما كاش اونترينير داي القاب، لاعب في بطولات كبار، لاعب في فرنسا، لاعب في اسبانيا، لاعب في انجليز، لاعب وين بيزيدكم الباجاج عنده اللي جابو تاع لي ديبلوم وتاع القاب، بلي ديبلوم والالقاب. ما كاش مدرب جزائري من نهار اللي دينا الاستقلال لحد الان درب برا وده هذه الالقاب. تهضروا ليش على سعدان؟ هذه خاص سعدان مدة دا كوب دافريك هنايا كونتر المولوديه، المسائل تاع المولوديه خلاو سعدان نديها. خاطش علاه نقول لكم مسائل، ماشي زعما باعوها له ولا سخفوا على الدراهم في منا ومنا ومنا، كل عام كل لعبوا في ستار دي كانوا يلعبوا فيه، كنا نضربوا الرجاء البيضاوي بربعه. خلينا هذيك فاتت، حنا نضرب في الاهم وفي المستقبل، في الحاضر، ونتكلموا على المستقبل. جمال بالماضي، بعد الندوه الصحفيه اللي غادي يديرها لو 18 ولا 19 يمضي العقد تاعو ويدير ندوه صحفيه. بعد الندوه الصحفيه سوف يعلن على الاقل في اخر ايام شهر اوت، سوف يعلن على القائمه الموسعه، القائمه الموسعه. واللي ما عندوش حلول بزاف، ما عندوش حلول بزاف، علاه نقولوا بلي ما عندوش حلول بزاف؟ خاطر علاه ما عندوش الوقت كبير، ما عندوش الوقت، مش كيما ماجر ميجا كما صايب ريكولي، جيب محلي دير محلي خرج محلي دخل محلي، دخل سفيان خرج سفيان هني 30 دقيقة، دخل فرحات خايف واللي بالموسى واللي مركولك، ما خلاش الوقت ماجر. وزيد الاتحاد ديالي كلات الوقت باطل، ماجر خسرنا الوقت، ماجر خسر كلينا الوقت باطل. وزاد زاتشي فاني كلا الوقت، ها السيمانة الجاية أجي يكملوا كوب داركو، أجي يكملوا برومي تور، أرجع منا بيجيبوا تاع برومي تور، بعد تجيب دوزيام تور، أجي تشوف أرجع منا روح منا دور منا، ضربنا شهرين في الباطل. الفريق الوطني بدون مدرب، واللاعبين محترفين والمحليين بدون متابعة، خاصة اللاعبين المحترفين بدون متابعة. ضربوك بالماضي بالك راه يخدم 24 ساعة على 24 ساعة، بالك راه في 24 ساعة يرقد 8 سوايع، حسب المعلومات اللي راهم عندي، حسب المعلومات اللي عندي. انسان اللي راه يجتهد الليل ونهارا، ليلا نهارا، يتصل باللعابة، يجيب النيميرو تليفون تاع اللعابة، يتصل منا، يتصل من يكوراجي هذاك، يحوس يجيب هذاك، يحوس يجيب، ما عندوش الوقت. شوف هذه الاتحادية كيفاش تغرق، غرقت تحوس تغرق جمال بالماضي، وتغرق اللاعبين محل المحترفين. وشكون اللي خلى هذه المشكله؟ ماجر هو اللي خلى هذه المشكله. راك تشوف، راكم تشوفوا كيفاش مشكله دارها ماجر. وزاد تبعته الاتحاديه. حنا المعلومات اللي راهم عندنا، السيد المدرب جمال بالماضي اللي راهم عنده اتصالات مكثفه مع مبولحي، مع بودبوز، مع ادم الوناس، مع بنزيه، مع زفان، مع فيغولي، مع هني،
هذا مع مع رشيد غزال اللي انتقل لليستر، ونتمنوا له النجاح ان شاء الله بربي. عنده مع بالماضي، عنده مع طايدر. شلنا احنا الصحافه كيفاش قال لك بالماضي هل يعيد الناس اللي كان مغضوب عليهم؟ لا، هذو ادم الناس اشتادر باش تغضبوا عليه، باش يغضبوا عليه. غازل هذو كانوا مهمشين، لازم تفرقوا بين مغضوب وبين مهمشين، لازم تفرقوا بين واحد مغضوب عليه وواحد مهمش. واحد كيما بوحي كان مهمش، واحد كيما ادم الناس كان مهمش، واحد كيما بن طالب كان مهمش، واحد كيما غازل كان مهمش، واحد كيما طايدر كان مهمش، واحد كيما هني ما جرى مالك هاو دعم هاو على طحنا عليك، هني كان مهمش. كاين لاعبين اللي كانوا مهمشين، وين خسرنا لعاب مشاش اللي هو في نابولي. ما قال لك انا ما نعرفش هذا، قال لك انا ما نعرفوش، قال لك انا ما نعرفوش. شوف وين ولينا. شوف الروتار اللي داره شوف التحطيم اللي حطمه تي كلش مدروس. جابوا زاتشي، جابوا الكاراس حطم، جابوا ماجر كمل عليها. زاتشي شهرين هو يجري فينا، بنروح من ليا بنروح منا بنروح من ليا بنروح منا. ونعطيكم معلومه، زاتشي حسب المعلومات اللي عندنا من عند جمارك، زاتشي البارح خرج هو والعائله تاعو راحوا لاسبانيا، راه في اسبانيا فاكونس. خاطر علاه صايك ما عنده حتى عمل في الفريق الوطني، ما صايف في عنده البطوله دروك يمشيها هذاك كيسمو ذاك مدور، هذاك مدور هو اللي غادي يمشيها البطوله. صايف هو خلى لاغريمو، خلى محوي ولا هذاك محوي في الروس يتكلم مع صحافي اللي راحوا معاه، وما راحوا 20 صحافي، زاتشي عطاهم ليبي وراحوا 20 صحافي، ورى لهم الدراهم الاورو، قال لهم هادو اللعابه دراهم تاع اللعابه المحليين، باع 9 تاع اللعابه. ومن بعد نجيب لك 9 تاع اللعابه وين حطيتهم، 9 تاع اللعابه دا معاهم 900 مليون. قال لهم هادو دراهم، النص دراهم تاع اللعابه اللي خدمتهم وحطيتهم في اللي عطيتهم لي بريزيدو. واحد كيما ذاك سي بريزيدو لاباس عليه منا بصح هنا ذهنيا ضعيف، يتحكم فيه محوي، محويت هذا يتحكم فيه. كاميليا تتحكم في ان بريزيدو، تسيبو الباب ما يخرجهاش. عرفت شو الناس كي دايرين؟ راكم تشوفوا هاد الناس كي دايرين؟ اما لا، نعاودو نولو نتكلمو على المفيد، نتكلمو على الرجاله. جمال بالماضي سوف يعيد، غادي يرد الناس اللي كانوا مهمشين، ما كانش مغضوب عليهم. قولوا لنا صح، هما قلتوا باللي مغضوب عليه. ادم الناس اشتادر، رشيد غزال اشتادر، هني اشتادر، راني نجيب لكم العاقلين. رشيد بولحي اشتادر، اي قولوا لنا اشتادروا هذو، هما تقولوا مغضوب عليهم، تما داروا حاجه وغضبوا عليهم. وقائمة السوداء اللي واحد صحفي شته قال لهم راهم في القائمه السوداء، قال لهم في القائمه السوداء. عاودوا بنادم يكذب كاع كيما هكا، عيب والله، لا عيب والله، ما مليح هذه الهضره، والله ما مليح هذه الهضره، عيب والله، لا عيب. نورمال موز جاب الجمال بالماضي بيدي القائمه موز ساعه، صايك صايك. وانا يا نطلب من الجمال بالماضي، والله العظيم نطلب من الجمال بالماضي ان شاء الله راه يسمع فينا وكلش، باش يعطيك، باش تدي تقرير على البطولة الجزائرية واللعاب المحلي. لا بيدير معك بستاف تكنيك، مش راني نقول لك دير، لا بيدير دبر راسك. هو نغيز، نبيل نغيز هو اللي يستاهل باش يكون معك في الستاف تكنيك ويكون مساعد تاعك. خاطر عليه هو عنده نظرة شاملة على اللعابة المحليين وعلى البطولة الوطنية، يعطيك تقرير. لازم يكون معك في الستاف تكنيك هو نبيل نغيز، إلا باغي تدي نظرة شاملة دير معاك نغيز. فينك نغيز ود بلادنا؟ نغيز انا تقالوا لي نغيز وقيلة من الجيجل، انا ما نعرفش منين بصح من الجيجل. جيجل فينك؟ جزائر، جزائريين خوتنا، خاوتهم عمومية، عموم خاوتنا دم واحد، راية واحدة،
واحد كتب لي قال لي انت تشكر في جمال الماضي ود بلادك. يا ودي كنا نشكر في جورجي فانيك ود بلادي، كنا نشكر في حليل وفانيك ود بلادي. هانا لو شيطان هضر نهضروا هضره تقول لنا لا ها. وانا نعرفوكم شكون، حنا رانا عارفينكم اللي مشي الشعب مشي المناصر اللي تاوعنا، نعرفوا باللي كاين لي زاجون هنا في القناه تاعي، كاين لي زاجون تاع الهداف، وكاين لي زاجون تاع تاع الشروق تاع النهار، وكاين نسابكم خوتكم يظلوا يعايروا، وكاين حود مغاربه فين نعرفهم فين يظلوا يعايروا. انا ما تهمنيش، انا يعني قاضي بالطريق وعندي قضيه لازم نوصلها، لازم زازاتشي نطيروه، والله لا طيرناه ان شاء الله باذن الله بربي ان شاء الله، والرجال هذا زاتشي نطيروه ما يقعدش، وعندي امل كبير باش يطير. خاطر علاه حاجه كي نكون متمنيها نوصلها ونشوفها ونسمعها ونشوفها ونوصلها ان شاء الله. هذه هي تحيه الجزائر والمجد والخلود لشهدائنا الابرار، وربي يحفظكم وصحيكم.